3:48 دقيقة تقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبحوزته كافة المستندات المطلوبة وتزكيات من أعضاء مجلس النواب 46 تزكية وعدد تأييدات 68,071 قيد الحصر حتى الآن، وتم استلام الأوراق وبالفعل جاري حصرهم وفحصهم مع عرض على لجنة الفحص وفقا للجدول الزمني، وده نهاية اليوم التاسع. ينتهي العمل اللجنة في تمام الساعة 5 مساء، ومستمر عمل اللجنة حتى باكر إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء هينتهي عمل لجنة تلقي أوراق الترشح. شكرا لحضراتكم. شكرا.